أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميزان. الدرس الأول الماضي. الماضي أربعة أنواع: الماضي معرف مثبت، الماضي معرف منفي، الماضي مجهول مثبت، الماضي مجهول منفي. نحو فعل ما فعل، فعل ما فعل. الدرس الثاني المستقبل. المستقبل معروف المثبت، المستقبل معروف المنفي، المستقبل مجهول المثبت، المستقبل مجهول المنفي. نحو يفعل لا يفعل، يفعل لا يفعل. الدرس الثالث الأمر. أمر حاضر معروف، أمر غائب المعروف، أمر غائب المجهول. نحو افعل يفعل يفعل. الدرس الرابع النهي. نهي الحاضر معروف، نهي الغائب المعروف، نهي الغائب المجهول. نحو لا تفعل، لا يفعل، لا يفعل. الدرس الخامس لم في المستقبل. المستقبل معروف منفي بلم، المستقبل مجهول منفي بلم. نحو لم يفعل، لم يفعل. الدرس السادس لن في المستقبل. المستقبل معروف منفي المؤكد بلن، المستقبل مجهول منفي المؤكد بلن. نحو لن يفعل، لن يفعل. الدرس السابع نون تأكيد في المستقبل. المستقبل معروف المثبت والمؤكد باللام التأكيد وبالنون الثقيلة، المستقبل معروف المنفي والمؤكد بالنون الثقيلة، المستقبل مجهول المثبت والمؤكد باللام التأكيد وبالنون الثقيلة، المستقبل مجهول المنفي والمؤكد بالنون الثقيلة. نحو لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن. المستقبل معروف المثبت والمؤكد باللام التأكيد وبالنون الخفيفة، المستقبل معروف المنفي والمؤكد بالنون الخفيفة، المستقبل مجهول المثبت والمؤكد باللام التأكيد وبالنون الخفيفة، المستقبل مجهول المثبت والمؤكد بالنون منفي والمؤكد بالنون الخفيفة. نحو لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن. الدرس الثامن نون تأكيد في الأمر. أمر الحاضر المعروف المؤكد بالنون الثقيلة، أمر الغائب المعروف المؤكد بالنون الثقيلة، أمر الغائب المجهول المؤكد بالنون الثقيلة. نحو افعلن، ليفعلن، ليفعلن. أمر الحاضر المعروف المؤكد بالنون الخفيفة، أمر الغائب المعروف المؤكد بالنون الخفيفة، أمر الغائب المجهول المؤكد بالنون الخفيفة. نحو افعلن، ليفعلن، ليفعلن. الدرس التاسع نون تأكيد في النهي. نهي الحاضر المعروف المؤكد بالنون الثقيلة، نهي الغائب المعروف المؤكد بالنون الثقيلة، نهي الغائب المجهول المؤكد بالنون الثقيلة. نحو لا تفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن. نهي الحاضر المعروف المؤكد بالنون الخفيفة، نهي الغائب المعروف المؤكد بالنون الخفيفة، نهي الغائب المجهول المؤكد بالنون الخفيفة. نحو لا تفعلن، لا يفعلن، لا يفعلن. الدرس العاشر اسم الفاعل. فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلة، فاعلة، فاعلات. اسم مفعول. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولون، مفعولة، مفعولات، مفعولات. اسم الظرف مكان وزمان. مفعل، مفعلان، مفاعل. اسم الآلة. مفعل، مفعلة، مفعال، مفعلان، مفعلتان، مفعلان، مفاعل، مفاعل. اسم التفضيل. أفعل، أفعلان، أفعلون، أفاعل. فعل، فعلان، فعل، مفعليات. المصدر فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.